ولجانب الإعداد البدني أهمية كبيرة بالتهيئة والتدريب أيضا، واللياقة الجسدية بتوازي الجانب المعنوي ليكون الجندي مهيئ وممتلك قدرات وقوة بدنية كبيرة بتأهله لمواجهة الصعاب وجميع الصعاب على أرض المعركة. صحيح عفاف، طبعا هذا الجانب اللي عم تحكي عنه هو الجانب اللي بتهتم فيه إدارة الإعداد البدني والرياضة في الجيش والقوات المسلحة، تسعى طبعا للعمل على مجالين هامين، مجال الإعداد البدني للجندي إضافة إلى التركيز على الرياضة بمجالاتها وتهيئة أبطال في شتى مجالات الرياضة، وهو اللي رح نتعرف عليه أكثر مع ضيفنا اليوم بالاستوديو العميد زكريا قناة من إدارة الإعداد البدني والرياضة. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك، كل عام وأنت بخير. صباح الخير، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وجيشنا الباسل بخير، وكل عام وشعبنا ووطننا وقائدنا بألف خير. يسعد صباحك وكل عام وانت بألف خير. وانت بألف خير. طبعا مثل ما كنا بنعرف انه الجندي لازم يكون مهيئ بدنيا يعني لحتى تكون عنده هي الروح المعنوية العالية. اليوم انتم عم تشتغلوا على هذا الاساس لتقوية جميع الجنود والابطال وتهيئتهم بدنيا، مما يؤدي الى تهيئتهم معنويا واكتسابهم للروح العالية وانتمائهم اكثر. خلينا نحكي عن اهمية تعزيز هذه الانتماء. صحيح، خير ما نبدأ فيه قول السيد الرئيس بهذا المجال. يعتبر الإعداد البدني عاملا هاما في تكوين شخصية المقاتل، فالتمارين الرياضية وقفز الحواجز والمسير الطويل والألعاب الرياضية والمباريات الرياضية والنشاطات الرياضية الأخرى تساهم بشكل مجمع في تشكيل وتكوين شخصية الشخصية العسكرية التي من متطلباتها تحمل أعباء التحضير للمعركة وخوضها وتحمل ظروف البيئة والمناخ والطقس. ومنذ القديم كان يقال العقل السليم في الجسم السليم، فالقادة والمربون الناجحون هم القادرون على زيادة الميل والرغبة لدى المتدربين في اتباع التدريبات الرياضية طواعية، وتعزيز هذا الميل من خلال زيادة الوعي الصحي لديهم. فالتربية البدنية تقترن بالتربية الصحية والتربية النفسية أيضا. من هذا المنطلق تقوم إدارة الإعداد البدني في تخطيط ساعات التدريب البدني على مستوى الوحدات والقطعات والتشكيلات والمنشآت التعليمية وغيرها، تقوم بتخطيطها سنويا والإشراف على تنفيذها وتنفيذ المباريات العسكرية والاختبارات المخططة وغير المخططة للضباط وصف الضباط على حد سواء، مما يحافظ ويساهم في المحافظة على سوية عالية في اللياقة البدنية لدى المقاتل واللياقة الذهنية في الوقت نفسه. نعم، خلينا نتحدث أكثر اليوم مع حضرتك سيادة العميد عن المجالات التي تعنى فيها إدارة الإعداد البدني والرياضة. طبعا إدارة الإعداد البدني لها شقين، شق يختص بالمقاتل، رفع اللياقة البدنية والمحافظة عليها لدى المقاتلين، والشق الآخر في الألعاب الرياضية. فيوجد نادي الجيش في إدارة الإعداد البدني، والذي هو يساهم بشكل كبير في ويعتبر من أهم الأعمدة الرافدة للاتحاد الرياضي العام والمنتخبات السورية. فعندنا شق عسكري وعندنا شق رياضي بحت. الرياضي البحت طبعا يرفد منتخبات سورية بكافة الألعاب، عندنا ألعاب كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، كرة اليد، الجمباز، التايكواندو، الكاراتيه، الملاكمة، الجودو، عندنا 29 لعبة بنادي الجيش، بالإضافة إلى أنه الشق الأول وهو الأساسي هو تكوين شخصية المقاتل، محافظة عليها في 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 سوية عالية، مما يكون مردوده إيجابي في المعركة وفي التحضير للمعركة وفي ظروف الطقس كافة وفي ظروف البيئية، الجبال والوديان والسهول بشكل عام. طيب خلينا نتعرف على أبرز النقاط يلي عم يتم التركيز عليها عند تهيئة الجنود من الناحية الجسدية والبدنية أيضا. طبعا الجنود بشكل عام، الضباط وصف الضباط لديهم تمارين معينة تقوم بإعدادها مثل ما حكيت،
تخطيطها بإدارة الأعداد البدني وتوزيعها على القطاعات والتشكيلات ومتابعتها. هذه التمارين تختص باللياقة البدنية بشكل عام وبالرشاقة وبالقوة. فعندنا تمارين تقوية الذراعين، تقوية القدمين، تمارين التحمل، الجري لمسافات طويلة، المسير الميداني. طبعا كمان هاي التمارين تخضع الى بطولات جيش، بصير منافسات على مستوى القطاعات ضمن التشكيل الواحد. مهمه تعتبر طبعا طبعا. هذا الشيء بيرفع من سويته البدنيه وبالتالي من سويته الذهنيه للمقاتل، وعم يصير بطولات على مستوى التشكيلات، وبعدين عم يصير بطولات على مستوى الجيش مؤخرا، ومنتخب هناك منتخبات عسكريه سوريه الان عم تشارك على المستوى الاسيوي والمستوى الدولي في بطولات العالم العسكريه على مستوى قاره اسيا وعلى مستوى الدولي عسكريا. اكيد سيادة العميد، خلينا نحكي كمان اليوم الإدارة إلى مجالات كثيرة في الرياضة وألعاب مهمة مثل ما حضرتك قلت، أحرزتوا تقدم على المستوى العالمي وعلى المستوى المحلي. خلينا نحكي عن أبرز الألعاب الرياضية يعني عم بينافس فيها أيضا أبطالنا. نعم، حاليا نحن فينا نقول أنه نحن في 2017 سوريا أو منتخب سوريا العسكري لكرة القدم حقق الميدالية البرونزية لكرة القدم على مستوى العالم. كان ذلك في سلطنة عمان، وحصل تكريم كبير للمنتخب السوري في ذلك الوقت. الآن حاليا نحن الآن يوجد لاعبين نادي الجيش موجودين في باريس في دورة الألعاب الأولمبية، اللاعب معن أسعد واللاعب عمر حمشو، طبعا في مجال الفروسية وفي مجال رفع الأثقال. نتمنى إن شاء الله اليوم وبكرة بعد يومين عندهم استحقاق، إن شاء الله بيكون في تحقيق ميداليات لهذا الموضوع، بالإضافة إلى لاعبين أخر كثيرين هم رفضوا المنتخبات الوطنية مثل اللاعب مجد الدين غزال اللي الآن يتواجد بشكل إداري في بعثة سوريا في باريس. هو كان حقق بطولة العالم العسكري أيضا بالوسب العالي بأوهان بالصين، كما حقق بطولات أخرى على مستوى العالم المدني والعسكري. لاعبين كثر في مجال الحواجز، في مجال الموانع، في مجال التتابع، فهناك بطولات كثيرة حققها لاعبونا بصراحة، ونتمنى تحقيق المزيد الآن في باريس وفي المستقبل إن شاء الله للاعبين العسكريين الذين نفتخر بهم جميعا. كما يوجد لاعبون حققوا ميداليات وهم عسكريون تعرضوا لجرح الحرب، ونفتخر بهم، الذين نفتخر بهم يتابعون تدريباتهم على الرغم من المعاناة في مجال الجروح التي تعرضوا لها. كل هؤلاء اللاعبون الذين نفتخر بهم كنادي الجيش وكسوريا نتمنى لهم دوام الصحة والعافية والتقدم والتمثيل الوطن خير تمثيل في محافلنا القارية والدولية إن شاء الله. ذكرت حضرتك أنه العسكريين والأبطال الجرحى المصابين اليوم عم تتم اليوم العناية فيهم والاهتمام فيهم بشكل مستمر. نعم. من الناحية الرياضية وخصوصا اللي عم يتمتعوا بقوة ذهنية وروح عالية وإرادة عالية أيضا. نعم. شو اللي عم يتم تقديمه من هذا الجانب؟ حقيقة فينا نقول عنهم فعلا ذوو الهمم، فعلا نتعلم منهم دروس كبيرة لهؤلاء الأبطال الذين فقدوا أجزاء من أجسامهم، فقدوا أعضاء من أجسامهم، ولا يزالون يتابعون تدريباتهم وتمثيل وطنهم على المستوى الدولي والقاري. طبعا تولي القيادة العامة للجيش اهتمام كبير بهذا الجزء، فهناك لجنة مختصة على مستوى عالي جدا تتابعهم، تتابع معسكراتهم، تتابع بطولاتهم داخل سوريا وخارج سوريا، تتابع تدريباتهم وتتابع أمور التغذية لديهم، التغذية الصحيحة، كما تتابع أمور تأمين الأمور الاحتياجات الأساسية لهم. فصراحة في اهتمام كبير لهي الفئة. نحن كإدارة إعداد بدني منشآتنا كلها مجانا تحت تصرفهم باستمرار في المسابح، الصالات، الملاعب، كلها تحت تصرف هذه الفئة وغيرها من الفئات. الأولمبياد الخاص السوري الذين أيضا نفتخر بهم ويمثلون سوريا خير تمثيل في المحافل العربية والدولية والقارية. أكيد يعني اليوم طبعا مثل ما حضرتك حكيت مهام كبيرة لكم، وأيضا كلنا فخر بأبطالنا وين ما كانوا. خلينا ناخذ من حضرتك كلمة أخيرة اليوم تحب تتوجه فيها بمناسبة عيد الجيش العربي السوري. بصراحة بهالمناسبة العزيزة أولا أنا بوجه شكر وبوجه كلمة طيبة لأمي، أم الشهداء وأمهات شهداء سوريا بشكل عام، ولسوريا
ولجيش سوريا الباسل وللشعب المقاوم في سوريا ولقائد هذه المسيرة رمزنا ورمز كبريائنا وبطولتنا. وإن شاء الله النصر قادم على يد السيد الرئيس الدكتور بشار حافظ الأسد. إن شاء الله. شكرا. أكيد بدنا نتشكر حضورك معنا لليوم سيادة العميد زكريا قناة من إدارة الإعداد البدني والرياضة، وكل عام وأنت بخير مرة ثانية. وأنتم بخير وقائدنا بألف ألف خير. شكرا لك لوجودك معنا.